بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. يوما إن شاء الله بعد ما شفنا كاع الدروس ديال لابوطا ميغفي، يوما وصلنا لو ديرنيي ريكاب، سافيدير آخر محطة من بعد ما شفنا كاع ما تيتعلق بلابوطا ميغفي. يعني ببساطة بعد ما وصلنا أننا نفهمو الرومون ديالنا من الأول ديالو حتى الآخر. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاولوا كما تيقولوا نديروا واحد الملخص، واحد الريكاب، نحاولوا نهضروا فيه على كاع هادشي اللي هضرنا طيله هذا الفيديو، لي فيديو كاملين اللي دازوا. يعني هذا الفيديو لي فيديو كاع اللي شفنا لي ديتاينا فيهم، مثلا باش بدينا بالريزومي جينيرال، لا بيوغرافي، شرحنا شنو هي لوتوبيوغرافي، لا ليتيراتور، من بعد دزنا لكل باساج بوحدو، من بعد دزنا للشيما ناراتيف. دابا هنا غادي نحاولوا شنو غنديروا، غنحاولوا نهضروا على هادشي كامل بحال امتي ريفريش، غير هو غادي يكون طويل شويه لان غنحاولوا نديطايو فيه كاع النقط. اذا شي حاجه بانت لينا مبهمه غادي نزيدو نعاودو نشرحوها، واذا كانت شي حاجه واضحه نزيدو نوضحوها، اذا كانت شي حاجه ما بيناش نحاولوا نشرحوها، شي حاجه ما هضرناش عليها نحاولوا نهضروا عليها، ونحاولوا نعطيو دي زاستوس وشي طرق اللي غيفيدونا ان شاء الله في الامتحان الجهوي. اذا كان السؤال إذا تسألنا على لا بواط أميرفي، داكوغ؟ دونك نورمالمون نو زافون كومونسي باغ سيتي لي تخوا رومون دو لوفر. هذا اللي عقلتو في الفيديو ديالنا الأول، هضرنا على لي تخوا رومون دو لوفر، مي دابا غادي يكون أن ريكاب جينيرال كي كونسيرن كو لا بواط أميرفي، كوم سا فوزالي ديزون ميتريزي فوتر رومون، أفواغ بلوس دانفورماسيون، أبويي لي زانفورماسيون كو فوزي أفي ديجا، إي أميليوري فوتر نيفو دو كونيسونس باغ رابور على بواط أميرفي. Donc, si vous permettez, il faut faire attention, il faut bien faire attention aux phrases que je vais dire. Parce qu'il y a des phrases qui sont utilisées comme des réponses régionales. Des phrases que je vais dire, normalement, les raisons qui me sont les phrases que je vais dire. Donc, on va essayer le vocabulaire, plus les vidéos, les dernières, je vais faire tout le monde. على لا بواط ميرفي، غادي خصكم انكم تقراو الملخصات ديالكم بتمعن، غتلقاوهم يا اما في البلوغ يا اما في الديسكريبسيون ديال لي فيديو، غتلقاو الدروس اللي هضرنا عليها، يعني حاولوا تقراو. علاش؟ باش تكتسبوا ان باجاج، ان فوكابولير اللي غادي يعاونكم. كما عقلتوا في البدايه ديال الفيديو، انا قلت لكم الهدف ديالي من هذا لي فيديو ماشي هو اننا نتعلموا اللغه الفرنسيه. اذا جيتي تال هذا العام تال السيزيام وبغيتي تتعلم اللغه الفرنسيه، كاين جوج احتمالات، يا اما تعلم، يعني يا اما تبدل واحد ليفور كبير وهنا ربما غادي تضحي بشي ماده اخرى، يا اما تركز على التعلم ديال اللغه الفرنسيه وما تفهمش لي رومون ديالك، وديك الساعه كونوا على يقين. انا تنأكد لكم ان كاين دي جون اللي النيفو ديالهم واعر في الفرنسيه، مي لي ريبونس ديالهم سون اكوتي دو لا بلاك، سو سون با دو بون ريبونس، حيت هنا دابا في لي رومون ماشي تيكفي انني كنهضر فرونسي، بلوتو كنكتب بالفرنسيه مزيان. لامبوغتون c'est que je dois avoir des réponses correctes. Je vais dire qu'on est صحاح. بحال شي واحد الا قلتي مثلا جبنا شي بناي عنده البني في راسو، يعني عارف منين ندوزو مسمي، وجيتي وقفتي قدام شي بقعه ارضيه قلتي ليه بني بلا بلان بلا شي حاجه، سي لا ميم شوز. دونك عندك يا اما تركز على لي رومون، ما عندكش باجاج فرونسي وما تفهم والو، يا اما عندك ان بون باجاج دو فرونسي مي tu n'as pas une maîtrise de ton œuvre, ou hadou bjouj ghaysalou bnoqta khaiba la qdar Allah. Donc hna l'hadaf dialna chna houa annana koulchi yfhem lghom btariqa oula bokhra. Nnas li sont avancés fi lfrancais yebghin ydkhlou lblog yqraw li cours en français, yqdrou y'tamdou ala quelques explications et le tout est joué. Alors que pour les autres gens li ndhom un niveau li chouya ما تنقولش انه طايح ولا ناقص، هذا ماشي موضوعنا، وحنا ما جيناش باش نهضروا على السلبيات ديال الحاجه. حنا تنقولوا الناس اللي حنا درنا لهم هاد لي فيديو باش يفهم القضيه علاش كتهضر، ملي كيكونوا الناس كيشاركوا في القسم ولا كيهضروا يعرف امه هو الناس علاش يهضروا. من بعد غتبقى الخدمه ديالو هو اللي خصو يمشي يقرا البلوغ، يقلبوا درس بدرس، يمشي يقرا يشوف لي زيكسبريسيون ايكريت اللي مكتوبين تما، يشوف لي زيكزومبل. يعني بحال اللي عندك اش غنقول لك، بحال عندك واحد الدوره تكوينيه في لابواط ميرفي من ا ل زد، عندك الدروس، عندك لي فيديو، يعني عندك الشروحات وعندك لو كور، بالاضافه لي كور ديال الاساتذه اللي المحترمين اللي تيقريوكم. شنو يبقى خاصك؟ يبقى خاصك هو انك تعطي شويه ديال الوقت لراسك،
عطى شويه الوقت لراسك، ليزيكوتور ديالي في ودني، كنسمع الفيديو، حاط الدرس قدامي وتنراجع. هادشي اللي مطلوب منك. دونك نبداو على بركه الله. On a dit que nous allons parler de la boîte à merveilles en général, de ce qu'on a vu depuis nos premières séances jusqu'à arriver à ce stade-là. Donc, nous avons commencé par quoi? Nous avons commencé par citer notre auteur, qui est Ahmed Sfraïm. Et on a dit, bien sûr, que par rapport à Ahmed